سيف نوح يقول لي هاي إن حكم كا تارك صلاتك كورن مقال بان سواء مسلم بل إن شاء الله وفيدنا بارك الله فيك إن كنت سنغل سؤالها سي هذا نوع سوقرين إن دلك سوقتي سؤاله وفيدنا بارك الله فيك تارك صلاتك وحا وكتر وكفر وكافر تارك صلاتك نبي محمد بقى عليه الصلاة والسلام صلاة سينا كل شيء العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر بلن كنور دحيه والصلاه قفكه كتغا وكفر الرسول عليه الصلاه والسلام هل اسكو خلاف كفر غاسي ما كفر اكبر دينته لغا بخيا ام سو كفر اصغره ان دينته لغا بخاي وحنا لغا هدليا قفكي صلاه واجب نيمده او غلا كوهسدي او كصلاه واجب نيمده ودا فرسان اما له غودها وا واجب لكن اني لا يغ مربو كا قال لمدي سيده وح خلاف كما جرو وحان قفك صلاة كتغا عيب وقف فلان إلا يسكوها يستو مقال بام سوا مسلم هذا الكائن فربضان بان شاقي كمان أراج كتب علماء لكن الحمد لله الشلعي بانو مالين يا مصدرات بيهاي يا وحان أركي هذا الكاسو أولي يا الإمام اللالكاي رحمه الله كفى بتارك صلاة عيبا أن العلماء مختلفون فيها هل هو كافر أم مسلم قفك صلاة كتغا وحا عيب إيا نقصان وقف فلان إلى علمادي إسقها إستان، نينك سوا قال، إياه ما يقال ما هو مسلم، أنت صار عيب قفلهم، إنه هلك تاجي هاي، وهلك وجارسي سيح، مركا إلى سبحانه وتعالى ضدك هكب بغداد، صلاة وركن كلا بعد أركان إسلامك، وواجبك وقوة التوحيد كدبدي، إلى ضومها وصاري، ضدك شهادة وحوار الرجال لقح صابين دونه يوم القيامة. قف كتغا الدنيا كعقابيا ولو ادق بالله الا كل منيا قبر غروه كعقابيا واسباب عذاب القبر كميت هاي صلاه دو لغا تغا عذاب كي جهنم انا واسوقي والعياذ بالله مركا الهي لغا بقدو وحبي نو تري ميسو ان افكا كن يرانا مسلمين بيننا انغو ضيعنا اركانتي اسلامك والله اعلم جزاك الله خير.